ألف مبروك كابتن علاء، طبعا فوز مستحق تقريبا بنسبة 99.9 النادي الأهلي حسمها يعني. مبروك التأهل دور المجموعات، مبروك الفوز النهارده، وشوط تاني مغاير تماما، حركة أكتر من غير كورة، تمرير لحد ما كله مظبوط، خلي فرص أهداف، خلي فرص كتير قوية في الآخر. هي في الآخر الكورة إمكانيات، أنت إمكانياتك عالية جدا جدا جدا. ما كانتش ظاهرة الشوط الأول، كان فيه بعض الأخطاء، الشوط التاني تخلصت من الأخطاء دي، فأنت واضح المستوى ما فيش مقارنة، مع الاحترام الكامل لسان جورج، ما فيش مقارنة بين النادي الأهلي وفريق أثيوبي خالص من أي وجه خالص خالص، بعيد، لا بعيد كل البعد. فطبيعي ثلاثة كانت ممكن تطلع النهارده خمسة مثلا، فخلاص الحمد لله التأهل لدوري المجموعات، هي مسألة بس 90 دقيقة المباراة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة وخلاص. لكن كتأهل لا، مبروك للنادي الأهلي، وأداء الشوط الثاني لا، أداء الشوط الثاني أحسن، وأعتقد إن شاء الله النادي الأهلي لو بدأ يوم الجمعة إن شاء الله بداية الشوط الثاني دي بتبقى الشوط الأول، ممكن النتيجة تبقى 3 4 5، لأن أنت كمان انت هتلاعب فريق يعني النهارده لو كان بيفكر في حاجه 5% هو ما عندوش خلاص، حتى ال 5% دي بقت ماينس، ان هو اتغلب ثلاثه المفروض على ارضه. صح. ما تغمضيش عينك وتقعد تقول عايز تقول اتفضل. هقول لك حاجه، قالها الكابتن شريف، قال لك هو ما عندوش حاجه يبكي عليها بقى، فعايز هو ما وجود. لا ثانيه واحده، لا ده انا بقول لك كمان هو لو عمل كده هو ده هي يعني هنروح دافع، هنروح للسته والسبعه. بص يا ما عندوش حاجه يبكي عليها دي، لما يبقى فريق كان بيحاول وكده ومش قادر، فما عندوش هو ما عندوش حاجه يعملها مش يبكي عليها. ده فريق محدود الامكانيات تماما دفاعيا هجوميا، اللي ما عندوش حاجه يبكي عليها ده يبقى عنده حاجات بس قلقان، فاما يبقى القلق يروح فلا لا كل في الكل، هو ما عندوش دي. حتى لما بيحاول على استحياء تماما، هي امكانيات لعيبه في الاخر، لا هو امكانياته محدوده تماما، انت امكانياتك ما شاء الله كل حاجه. فثلاثه النهارده قليل على ماتش النهارده، لكن في الاخر دي مباراه الذهاب، انت المفروض يعني 3-0. فتخيل الفريق هيلعب، يعني هو جاي لك بقى القاهره هيلعبك يوم الجمعه خسران 3 على ارضه، وعارف ان هو تاكد ان مفيش يعني مفيش نسبه ولا حاجه خالص يا ايمن ان هو ممكن يبقى حتى مجرد يعني يبقى ند للنادي الاهلي، مفيش نديه خالص. كورتين النهارده الشوط الثاني غلطه من الشناوي والحمد لله عدت على خير، وكره ثانيه شاطر بس، واحنا اللي عاملين الحاجات دي على فكره، انت فاهمني؟ انت بس شويه طمع في الهجوم قوي، فسايبين مساحات، فده مقبول، انت مش يعني مقبول في ظروف زي مباراه النهارده دي، في حاجات انت تقبلها مش هيحصل حاجه خالص. فبقول لك مباراه التاهل الحمد لله تماما، انت الحمد لله متاهل، مباراه الجمعه فرصه لكولر يعمل هو عايزه، يبدا بمين، يريح مين، يدي مين، يقعد مين، يقسم المباراه زي ما هو عايز على اوقات، هو خلاص ارتياحيه تامه من التاهل. أيوة. لكن بعد كده يبص بقى عايز يعمل ايه يوم الجمعه، عايز يريح الشناوي، يدي لشوبير، يدي مصطفى شوبير، عايز يبدا بعبد القادر من الاول، عايز يبدا بكهرباء، عايز يريح بيرسيتا، كل الامور وكل الاختيارات قدامه بارتياحيه. هنتكلم فيها كمان شويه. ما انا بقول لك، لا انا بقول لك، انا بقول لك عامه، مش هكلمك، انا بقول لك عامه يعني، انا بقول لك حتى لو هو بيفكر ليوم الجمعه هيبقى في فرص. فرص كتير قوي. بص يا ايمن، كل الامور متاحه ليك يوم الجمعه، اعمل اللي انت عايزه، تدي فرص، عايز حد تدي له اوقات زياده، واحد لسه راجع من اصابه عايز تدخله في مباراه، عايز تدي لصلاح محسن مباراه اكتر، يعني كل حاجه متاحه، لانك انت الهدف الحمد لله تاهلت، هي بس مساله 90 دقيقه، لكن تاهل خلاص انتهى الحمد لله، فانت ريحت دماغك من الموضوع ده. بعد كده احسن حاجه المدير الفني يشتغل من غير ضغوط. كولر بمباراه النهارده والمكسب، المباراه القادمه مفيش ضغوط تماما بالنسبه له، هو في ارتياحيه تامه، يبدا يفكر في المباراه كويس قوي، ويبدا كل حاجه هيعملها باللي هو هتبقى ايجابيه. ايوه يبدا باللي عايز يبدا بيه، اللي عايز يريح يريح، لكن هو الحمد لله تماما الخطوه اللي هي العاديه بالنادي، عشان بس يعني عشان محدش يفتكر احنا عملنا حاجه، الخطوه العاديه الحمد لله للنادي الاهلي التاهل للمجموعات، دي خطوه ده وضع طبيعي الحمد لله مفروغ منها للنادي الاهلي من زمان. التاهل دي حاجه مضمونه، لكن هو ما بيفكر فيما بعد ذلك، ان شاء الله تبقى الامور بالنسبه له تمام باذن الله.